تجي نهارين. دعاء ده الفيديو بتاعك لو سمحتي ما تدخلنيش في مشاكل. تعرفي ان اول جملة دي بقعد اعيدها كتير قوي كل يوم. يلا والله كل فيديو. اوكي. هاي بنات ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده معانا ميار. النهارده التحدي هيكون ايه بقى؟ هيكون ان انا هاخد شنطه الميك اب بتاعتها وهي هتاخد شنطه الميك اب بتاعتي. اوكي. انا عارفه ان الفيديو ده مهروس يعني مطحون تمام، بس يعني صدقنا اتقابلنا فلازم نعمل الحركه. احنا في الغردقه يا جماعه. اكشلي احنا سافرنا مع بعض. اكيد انتوا لو متابعين بقى اول مره في الحياه الفيديوهات وكده والانستجرام، يعني هحط لكم تحت الانستجرام بتاع ميار وبتاعي، اكيد عليه كل التفاصيل دي كلها، هتشوفوا الصور والكلام ده كله. المهم مش موضوعنا. موضوع النهارده ان احنا هنبدل الشنط، بس انا حاسه ان التحدي ده انفير شويه. ليه بقى؟ لان دي شنطه الميك اب بتاعتي فيها كل حاجه، تعمل ميك اب عروسه تقريبا، ودي شنطه الميك اب بتاع ميار. هي دي بان كبيره برده زي دي، بس الحاجات اللي فيها صغيره، ميك اب يومي يعني. واكشلي انا ما اعرفش ميار معاها ايه، فاحنا الاثنين ولا انا عارفه ده معاها ايه. هنفتكس بس ان شاء الله تظبط. بس كانت اول صدمه ان هنا في فاونديشن بس هنا مفيش فاونديشن. انا مش جايبه، انا منزله فيديو هيبقى بتاع شنطه السفر، هتعرفوا ايه الميك اب اللي انا واخداه معايا عشان بس. طيب اوكي، فاحنا دلوقتي بقى يعني كل واحد هيقضي حاله باللي موجود، مش بتاعتنا خالص، مش مشكلتنا احنا خالص، مش موضوعنا احنا خالص، عارفه الجو ده. ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو ان انتوا تنزلوا تعملوا لايك وتروحوا، اللي ما اشتركش بقى في قناه ميار ثانيه بقى شمريهم يا بنت، اللي ما اشتركش بقى في قناه ميار وما اشتركش في قناتي، قاعدين مستنيين ايه؟ انا مش فاهمه والله، انا مش عارفه انتوا قاعدين مستنيين. يرضيكي نلاقي 57% من اللي بيتفرجوا علينا ان سبسكرايب، مش مشتركين. ليه؟ واقل من 50%. اقسم بالله اقول لكم على معلومه، لا استني اقول لهم على معلومه بجد، انا مش عارفه انتوا ما تعرفوهاش ازاي. انتوا تعرفوا ان الاشتراك مجانا؟ يا مفيش حد هتجيب نصاك. حقيقي مجانا، يعني مش تتكلف اي حاجه غير تك بس، ضغطه زر على زر. اشتركوا في القناه وروحوا اشتركوا في قناه ميار واعملوا لنا لايك، ويلا بينا على طول نبتدي. اتفضلي يا استاذه ميار. بالمرايه ولا من غير؟ لا بالمرايه لو سمحتي، لان انا مرايتي في الاي شادو اللي عندك. بصوا انا جايبه مرايه قد ايه معايا؟ ايوه هي وقالت لي انا هاخد الميك اب بالمرايه. ايوه ماليش دعوه، ما اعرفش ابص في المرايه. طب ما انا هبص في مرايه الاي شادو. اتفضلي اطفحيها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مش هيبقى فيه تفاصيل بس اللي هو ايه يعني هنحاول. في الشمس انا كده كده عايزه اقول لك، انا كده كده مش هعمل برده ميك اب كده، لان انا هننزل. فانا انت شفتيني احنا ده ثالث يوم لينا، احنا مروحين بكره، احنا ماشيين بكره، فعشان كده انا اهببيت شويتين ثلاثه اربعه. انه مش باينه على فكره، انت متهيألك. انا برده لما ابص على الكاميرا بحس شويه ان انا غامقه، ممكن الابيض ده هو بس اللي مديكي الايحاء. اتمنى ان الكاميرا تبقى مطلعاني بشكل الطف. اوكي ده ايه ده يا ميار؟ ده بودي سبراي. ده بودي فان حضرتك حاطاه على جسمي. انا حاطاه اهي. اوكي رشي يا بنتي رشتين كده فسفس فسفس. عايزه ريحته حلوه. ما بلتش البيوتي بلاند والله من 3 ايام ما بلتهاش. بس قومي بقى غلي بتاعتي وبتاعتك. فاصل. لا والله البنت طرفه ومكلفه، الشنطه تبان صغيره والله، بس لا فيها حاجات يعني. نوت تو ماتش بس فيها يعني. نستخدم ده عادي الاول؟ استخدمي اللي انت عايزاه، لان هو انا خايف يكون مثبت الميك اب، بيلزق برده كده في حاجه. فهيثبت الميك اب. اوكي خليني. انت جايبه فاونديشن واحد صح؟ انا مش هستخدمه. هي معايا فاونديشن بس انا مش عايزه احط فاونديشن كمان. ايه؟ فانا استغنى عن هذه الخطوه. شايفه ان حتى الحاجات اللي عندي انا مش هستخدمها كلها. بس عندك اوبشن. فرش بسم الله ما شاء الله. انا جايبه بصوا يا جماعه فرش لكل حاجه، للكونتور بتاع المناخير. انا لسه بجربها. فظيعه فرشه الحواجب بتاعه بيلي ولا بيه. محتاره سيكه بس اوكي يعني هحاول. اوكي اول حاجه هستخدم الكونسيلر ده من عند جي كات ستي ايه؟ شورنس. ده دركتو سوفت تان، ده طبعا انا هستخدمه از فاونديشن. ايه لوريال انا بحب بتاع لوريال. اوكي إيه اسمها ايه دي؟ ده لا ده درجته تبقى حلوه غامقه. احنا مرطبين وشنا على فكره كده يعني، لان السكين كير بتاع كل واحد مختلف عن التاني اكيد يعني. انا السكين كير اللي جايباه معايا هو مرطب يعني. ميار انا هستخدمه كفاونديشن، هتزعلي لو خلص. لا يا بيبي عيشي حياتك. ايه ودي البيوتي بلندر بتاعت كاركتر صح؟ عظيمه ايه طريه قوي. ودي البيوتي بلندر بتاعت عمود. انا اول مره اجربها، ما جربتش اي حاجه من عمود. تغطيته عاليه جدا وثابت ابن اللذينة. احنا بنتكلم على الكونسيلر بتاع جي كات. لكم هنا بقى ايه يعني، كل الناس فاكره ان انا وميار اخوات، حتى الناس على انستجرام فاكرين ان احنا اخوات، لدرجه ان الراجل اللي على البول اللي قاعد اللي هو بينقذ الناس بيقول لي فين، يعني انا جيت فبيقول لي فين اختك، فبصيت له كده اختي منين؟ من رضا.
والله العظيم انتوا فاكرين ان احنا خلاص. انتوا لو تابعتوا كمان الانستجرام هتبداوا تتلخبطوا من شكل اللبس والمايوهات وعينات، هتلاقوا لي الغريبه قوي يعني. لا وسبحان الله كله صدفه. يعني هي تطلع الحاجه اكون انا مطلعه حاجه شبهها، اللي هو في ايه في ايه يعني. موضوع مرعب يعني. بالباودر الله المفضله بتاع الدعاء فوريفر 52 ما جربتهاش قبل كده. دي الصفره بقى بصي دي حبيبه قلبي، بس ما تكتريش منها تحت قلبي. انا عامه مطلوبه ديلي قطة ديلي حبي. اوكي تعالوا شوف ماير معاها ايه تاني يا جماعة. ماير في كل اوكي. دي ايه دي؟ دي هايلايتر. دي فرشة باودر ولا بتعملي ايه؟ اه دي فرشة باودر. ماشي يعني جهاز وظفي زي ما انت عايزة بقى. ما انا افردي فيها برونزر رحت احط فيها برونزر. لا 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 هاخد شوية بلوش من عند روز بيلي. مين؟ اه مش عارفه حاجتها اللي هي جايه دي. انا نسيت انا معايا ايه. البيوتي بلندر بتاعت عودي حلوه قوي. اه والفرش ما جربتيش انت فرشه الفاونديشن؟ ما جربتش حاجه من عند عودي. لا عندي انا جايباها معايا. اه صحيح ما استخدمتهاش يبقى المره الجايه. يا جماعه مش قادره اقول لكم دي فرصه فرصه حرفيا. دعاء من القاهره وانا من اسكندريه. اه وموضوع ان انا اسافر اسكندريه ده يعني عايز تصاريح. لكن مستحيل ده يحصل. فطلعنا فيديو مع بعض اخيرا. نيجي للباودر. هي معاها الترافل سايز من لورا مرسي، خلينا نجربها. مش انت كانت عندك؟ ياه انت عارفه من زمان خلصت من زمان. الباودرز غاليه والله. دي كام مره واحده بس والله العظيم. فعلا انا عايزه حد يفضل يجيب لي حاجات ترافل سايز لان الترافل سايز بيقعد كتير معايا. بينجز كمان يعني. انت خلاص جربتيها تمام نخش على اللي بعده. الفرشة العظيمة بتاعتها دي اسمها تابرت. هي دي الهايلايتر تابرت؟ لا هي مكتوبة هي هايلايتر بس انا عامة بستخدمها باودر. بس انا بستخدمها باودر. انا هحط باودر كده على ما فيش هنا عشان بس لما احط البرونزر ما يعلقش. طبعا انا عارفة ان البندانة بتصعب عليكم قوي حبايب قلبي. طب بصي 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 انت معاكي قلنا النوت. طب دوري كده على برونزر تاني عندي جوه. انت معاكي اي ثينك مارك جايكوب او دعاء معاها. وانا معايا برده مارك يا جماعه بس واحد تاني يعني. ده اه ده المفروض ان هو اي شادو. اه ده بس شادو بس درجته حلوه درجه كونتور بس قويه يعني. انا بعمله اكتر من كونتور الاول. لا بس انا هستخدم النوت برده لانه عاجبنا جدا احنا الاثنين. احنا الاثنين وده حاجه حلوه ان كده المنتج يعني تمام. شخصين مختلفين. بمناسبه الاراء رايك ايه في فاونديشن درماتيك؟ قولي اللي قلتوه. ما حبيتوش. وانا قلت في الفيديو اني حبيته عشان عادي. بصوا يا جماعه انتوا عموما ما تاخدوش من راي بلوجر واحد. ما ينفعش. اسمعي دي واسمعي دي وشوفي الفرق بين ده وده. ما تسمعيش اتنين بس، اسمعي اكتر. اكتر من شخص لحد ما تلاقي اكتر حد بشرته وظروف وشه شبيهه منك بالظبط. لان واحده كتبت لي كومنت انا لسه ما رديتش على الكومنتات عشان احنا في اجازه يا جماعه وكده. كتبت لي امال ازاي دعاء قالت عليه حلو؟ هي حبيته انا ما حبيتهوش. لا هي قالت عليه وحش قصدها. ما حبيتهوش. هي بتقول لك انت قلتي ازاي دعاء قالت عليه حلو. العكس سوري ازاي دعاء قالت عليه وحش وانا بقول عليه حلو. ازواق هي عجبها انا ما عجبنيش. يدنينا سوري هو عجبني ما عجبهاش. معلش يا جماعه احنا طالعين من الميه والله العظيم بنتسند ومنقوعين في الشمس من الصبح بنتسند والله والله فعليا. يا لهوي انا كنت هموت واجرب البلاشر دي كمان. ما هي ايه ده انا بفتح من شقلب. لا هو على فكره نفسي بتلخبط في ده برده. البلاشر بتاع نارز اللي هي الدرجه اللي اسمها اورجازم الدرجه دي اشهر حاجه تقريبا عندهم وكمان فيها شيمر. انتوا يا رب تكونوا شايفين الشيمر اللي عامله البرونزر بتاع نوت خطير. هو الصراحه يا جماعه لونه قليل الادب. لا وثابت. احنا بنحطه بقى لنا 3 ايام دلوقتي ما بنحطش غيره يعني. جايبين معانا حاجات مارك جيكوب وبنستخدمه هو. ودي فرشه البلاش. البلاش احنا بطلنا نقول احنا بنستخدم ايه. لا انا لسه في البرونزر بتاع مارك جايكوب لان بعمل بيه كونتور. اوكي انا حطيته على مناخيري كده. طبعا انت مش جايبه اي شادو يعني ده طبيعي يعني برضه يعني ده صدمه. وانا هعمل نفسي وانا عامله نفسي لا يا جماعه انا جايبه لها يعني باليتة هدى بيوتي. حبيبتي انا جايبه ميك اب مصيف. انا بقول لهم في الفيديو بتاع شنطه السفر ده بقول لهم فاكرين في مره كده كنت عامله لكم شنطه ميك اب اللي هاخدها معايا في المصيف كنت حاطه ميك اب شنطه عروسه. انا بصوا يا جماعه انا مش مشكلتي ان انا ممكن اخد الميك اب ده كله وما احطش بس انا بحب اما يجي في بالي اعمل حاجه بقى ثلاث ايام بتحط عشان بننزل نتصور. انا لما بيجي في بالي يا جماعه احط حاجه دلوقتي احب تكون معايا لكن لو نسيت مش عارفه ايه في البيت. انا الرموش اللي معايا دي هتلاقي معايا رموش. انا الرموش دي زودتها في اخر لحظه يعني. انا في الفيديو ما كنتش قايله ان انا هاخد رموش ما كنتش هاخد فعلا. قلت لما احطها بقى يمكن احط كده.
وحطيتها امبارح الاي شادو البتاع بتاع مارك جيكوب ده حلو، انا استخدمته كمان كاي شادو. اه جميل. انا نفسي اعرف الخيط ده ايه. انت مش لسه اكله واحده دلوقتي؟ هو بيولد ولا ايه؟ يلا ده اخش على اللي بعده. الناس تفهم. الف هنا وشفا. اوكي. شكرا. دي تاني واحده اهي. بص يا جماعه ادي اول واحده وادي تاني واحده. انا بطلع خيوط. شوف بقى انت مش عارفه قاعده جنب سبايدر ولا ايه. معاكي هيلايتر؟ الله، معاها هيلايتر ويت اند وايت. ده حبيبي حبيبي. روحي روحي روحي. نيجي بقى للي ده. ده المفروض من عند اتش اند ام. ده ايه ده؟ بلاش. المفروض بلاش يعني، بس فيه. هو فيه سنه لمعه. سنه ايه؟ هو ميتاليك. اوكي. فهاخده برده. معلش هبوظ لك بقى البرش. فهاخد كده سيكه منه على فكره. اه اوكي. تعالي لي في فرشه هايلايت يدي شويه لمعه فوق العين. صراحه لما احيي الفرشه دي فظيعه يا جماعه. احيي دي اسكندراني والنبي محدش يتخض عشان. لا عادي يعني. يا لهوي. البنت مبهورة يعني يا جماعة. انا هنا في الغردقة ومول احيولي اهلا بالاسكندراني. يا جماعة الكونسيلر اللي هو بتاع جيكات خطير. اوه اللون خطير خطير خطير. اي خدمة بلا منازعة. اي خدمة. ثانك يو. اي تنهر هي جايبة اي لاينر ولا لا؟ باين. مش جايبة؟ لا جايبة. هتلاقي هرسم حواجبي. انا ما جربتش القلم بتاع بنفيت قبل كده. ده روحي برده. روحي روحي فرصه حلوه. بصوا بقى حلو الموضوع تبادل الشنط. اه انت جايبه صابون بتاع كيس بيوتي. طب معاكي ارش بالاوت. اه ارش ده الصابون بتاع كيس بيوتي. يا لهوي ده انت بصي مستهلكه ايه. اه يا بنتي الوحيده اللي عجبني الصراحه. البديل بقى الارخص ليه سكترا. حلو قوي. نفس الذات نفس كيلي. انا ما جربتش بتاع كيلي صدقني. ايه ده بجد؟ لا بتاع كيلي حلو جدا. وكمان البديل ان واي اكس. ان واي اكس بس مش اللي هو جايب زاويه يعني. انت معاكي واحد ان واي اكس رفيع. اللي شربناه امبارح وحش قوي. كان اسمه زي فراوله. كان وحش قوي. انا جبت ايس كوفي كان حلو. روحنا امبارح يا جماعه كافيه حلو قوي اخدناه بالشكل في المارينو كده. وشيك شيك بجد. بس كل حاجه فيه وحش وحش. طلب دعاء طلبت سموذي فراوله طلع وحش. ونرمين وما طلبوا ليمون نعناع طلع وحش. وظبطوه المفروض ورجع وحش برده. انا طلبت ايس كوفي بالكراميل طلع حلو قوي. فانا بقى النفسيه تحتاج ستاربكس الصراحه. مش عارفه هنا فيه ولا لا. نحس ان احنا نعمل اوردر. ممكن ندور على جوجل مابس. والله ده ان الاجازه خلصت ومروحين بكره. مش مصدقاها الصراحه. اتحرقت بسرعه قوي. ودي يا جماعه فرصه في العمر يعني. دي مش حاجه عاديه احنا كلنا بنعملها. مش حاجه في. على فكره والله العظيم يا جماعه يعني احنا حياتنا عاديه جدا زي اي حد. فكنا مستصعبين قوي ان احنا نعمل الخطوه عشان دي ناس لا يبختكوا. احنا حرفيا اول مره نعمل كده. وبيتهيألي هيبقى صعب قوي. وهتبقى كل لو عملناها تاني تبقى بعيد قوي. لان احنا بالذات انا ودعاء يمكن عشان عندنا بلال وفهد وبتاع. فالموضوع كان صعب. وعايزه اقول لكم احنا تلات ارباع الوقت ضميرنا مقلبنا وعمالين نكلمهم. دي كل ما نعدي على البلينج اريا بتاعت بلال وفهد كان واحد بسطه. والله العظيم حاجه متعبه يعني. احنا مش جاحدين يعني يا جماعه. احنا بس كنا عايزين ناخد مساحتنا يعني. والله. ودي نصيحه بقى لكل ام عندها شعور بالذنب وتانيب بالضمير ان هي تسيب ابنها مع حد حتى لو مامتها عشان مش هتقدر تبعد عنه. لا يا حبيبه قلبي. ابنك واكل شارب مبسوط متدلع متهني عند ننته وانت اخر همه اصلا يعني. لو فاكر ان هو مش قادر اتنفس من غيرها لا انت غلطانه. والله احنا بنكلمهم الفيديو كل فعلا مش بيعبرونا يعني. فعليا احنا اللي موجوعين مش هم. الاثنين حرفيا قالوا لنا عايزين لعبه يعني. بس يعني ما تجيش بايدك فاضيه من الاخر. هاتي ايدك مليانه وانت جايه. هي معاها اثنين بلوش من عند سيبال. واحد اسمه بتاع اتش اند ام كيفر كيفر تقريبا. واحد اسمه تري تري. دي عندي. شوفي رقمهم خلاص. ده رقم 7. وده رقم 7 ده على بني في لمعه كده. في حد جبت رقمين ورا بعض قوي كده هيدخلوا قريبين. طب ما انت شوفي. لا شوف ما تفتحي وتشوفي. هيبقى ما انا عندي التري. طيب هي قريبين. واحده على بني وواحده على بيتشي. بيتشي يا بنتي دي روز. خوخي. لا خوخي تحيل. ده لون البنطلون بتاعي. لا فيها اندر تون خوخي. لا وربنا خالص اهو. لا فيها اندر تون خوخي. ومصحف قوي. طب حطيها على وشك وهتشوف. لا انا مش هستخدم توري فهستخدم دي. بصوا انا مشكلتي الوحيده مع اللاشرز بتاعت سيبال المنظر ده. اللي حصل يعني يا جماعه اتكوا بس على اللزق شويه. نقطه كمان زياده. بس يعني لان انا برضو بتاعتي فكه فهي واضح ان في مشكله عندي. معلش بقى لو انا طالعه في الكاميرا بمرايتي بس انا مش شايفه حاجه.
مش شايفه حواجبي مظبوطه؟ مش شايفه اقسم بالله. لا نضفي شويه من الطرف ده، الخط ده نازل سيكه هنا. او نعينيه شويه. مش شايفه خالص والله. ايه ده خط صريح قوي. هي احلى في الفكره دي بقى ايه؟ انك بتجربي دماغ غيرك. ذوق غيرك. بالظبط، لاني مثلا انا متعوده على البرودكت بتاعتي، فعارفه ايه مع ايه طلع ايه حلو. فانتي وش بقى بس اقول لكم على حاجه برضو، تو بي اونست يعني، ما انا عارفه انها بتحط ميك اب حلو وبتستخدم منتجات حلوه، فضمن النتيجه يعني صباح الفل يعني. ايوه انا برضو عارفه يعني، اكيد مش جايبه لنفسها حاجات وحشه يعني. دي فرصه يعني، انتوا شايفين هتلاقي اغلب الحاجات هنا دراج ستور. فاحنا جايين بقى نجرب البطل بقى اللي هي يعني شفتوا عليها. يا لهوي يا لهوي، حطيته عارفين انت عايز انت ضربته نص حته. هو الهايلايتر ده بتاع كاركتر اسمه الترا ستاي 24 اورز، الدرجه دي اسمها ال سي اتش 002، هي رقم 2 يعني. اوكي من غير قصه كبيره دي، من غير تفاصيل، من غير الحوار الكبير ده. اوكي يلا خلينا نشوف النور مع بعض، خليني اقرب لكم كده في النور. ايه ده؟ اوه انت كسرني امبارح صح؟ ايه؟ شفتي؟ اكيد انتوا شايفين انا نزلت لكم في الشمس. لا فظيع يا جماعه، خطير. لا هي العروسه فظيع، في سباركلز بسيطه بس اي دونت كير يعني. انا بس بيبقى ناعم على الوش. بشوف بنات مثلا عايزين جلو بس مش عايزين يبقى فيه لمعه، كل الهايلايتد فيهم لمعه. ما ينفعش فيهم كلهم في حاجه، في فرق ما بين حجم السباركل بس دي. حجم بقى اللمعه، في واحده تحسي ان جايبه نمرسي وحطاها على ايه على خدودك يعني. بتاع ويت ان وايلد ده كله سباركل عادي، بس هو شكله ناعم على الوش كلهم فيهم. حتى اوفرا ما تصعبهاش. لا اوفرا على فكره فظيع، في سباركل قوي ملحوظ يعني. انا قلت لك تجيب هايلايتر من اوفرا عشان يبقى جيفيزي جيفيزو جيفيزي، فهو مش هيبقى جيفيزي جيفيزو خالص. اتقالت في ايه؟ انا فاكراها الجمله في المسرحيه تحزني ايه. ايوه بالظبط، جيفيزي جيفيزو. ابوكي فين؟ فابو ظبي بقالها 6 سنين. وامك فين؟ ام ظبي بقالها 5 سنين، وانا سنتين واروح ظبي العب مع الصبيان الصغيرين. استخدمت البلاش بتاع اسنس اللي لونه او درجته 10 بيتش اي شادو. اي شادو عشان انا لابسه بنطلون اهو كشمير. اكيد شايفين امي قلعت، ما في طرحه كشمير يا مان، مضطره اطلع البنطلون ليه؟ احط اي لاينر ولا ما احطش؟ لو هزيتي السرير تاني على فكره انت عملتي كده وانا بضف حواجبي، فتحتي بقي؟ لا انت ذوق، انا قلبت لا تعصبني. التيب بتاعته رخم قوي، سواده حلو بس تحسه مش مطلع برودكت كفايه. هو سواده حلو بس مش مطلع برودكت كفايه. روجي ماشي بس برضه يعني، يعني ايه؟ ما انت يا حبيبي، وده برضه يعلمنا حاجه ان مش كل غالي حلو يا جماعه. لا بس على فكره ايلانا كاتمون دي فعلا ثابت جدا وسواده فظيع. مش ساعدني، مش عارفه هل التب بتاعته دي اللي في الترافل سايز بس ولا الكبير كمان كده. لا هو الترافل سايز بيبقى زيه زي المفروض. بس انا بقول لك ما اعرفش اساسا ما جربتش يعني. اوكي هي جايبه ماسكارا بتاعت لوريال. ده انت معاكي بتاعت شاو. ما انا قايله لك من امبارح والله ما اخده بالي بتاعت شاو. وانا قاعده بزاول وانا بموت فيه يا جماعه والله. المهم يا الله هستخدم الماسكارا دي بتاعت لوريال اسمها Unlimited ماسكارا. اوكي هي غريبه ويرد كده بس وممكن تشيل البتاع اللي فوق دي وتبقى متنيه كده. تشيلي دي تبقى لا احنا عايزين الريجولر. انا ما بعملش حاجه. يعني بلاش افوره بقى، انا ما بحبش بقى الابداع العلمي في الماسكارا. ايه اسمها ماسكارا؟ فرشه ومحطوط فيها منتج تمام، تلاقي بقى اللي عاملها لك عامله كده زي الفرشه بتاعت الالانر المعوجه دي. يعني نعم ايوه معايا يا بنتي بتاعت مش عارفه لوريال برضو. ما هم لوريال شكلهم هم اللي بيحبوا الافتكاسات برضو. جايب كيرف لو صباح الفل، انتوا عاملين كيرف ليه؟ ما احنا بنعرف نرسم بالعاديه. ده هم فاكرين ان هم بيعملوا كيرف ان هم كانوا بيسهلوا عليكي يعني. لا انا ما بحبهاش، ما بعرفش استخدمها فعلا. اللي هو شكرا جدا لاضافتك، ما تبداش تاني. انت منورانا في القناه والله يا ميون حبيبي، ده نورك والله. منورانا والله، منورانا اكتر من الشمس اللي فقعت عينينا دي. امبارح برضو قعدت تنفق كده كتير واحنا ماشيين. يا جماعه انا اليومين دول بقيت احب امسمر اللي قدامي قوي. وانا بتمسمر بسرعه. انت قمر، انت جميل، انت ما فيش زيك. مش امبارح معاهم في المارينا اقول لهم ميار الغردقه نورت. شايفه النور ده كله نورك يا ميار. المشكله بقى ان هما بيتكسفوا وبيصدقوا.
مفيش خطوتين قالت نفس الكلام لمها وجيت ارجع بقى عارفين البياعين اللي في المحلات تعاني قوي وجيت ارجع لنرمين بقول لها منوره بتقول لي انا عايزه اقعد بقى انا مش عارفه نرمين يا جماعه بس بقى منورت ايه والله العظيم احنا قعدنا اكتشفتها نرمين عسل عسل دعاء معاها ماسكارتين الاثنين بتوع اسنس سلاش برنسس اللي انا طبعا بحبها والثانيه سوبر كيرل دي انا ما جربتهاش قبل كده جربي الجديده بقى فهجرب دي اسمها سوبر كيرل اي اوبننج الفرشه مالها مريبه ليه بس عسل طيب قشطه برضه جربي ممكن تطلع زفت معاها عادي جدا هو الامانه يعني ثلاث ارباع فرش اسنس حلوه وانا بقول ثلاث ارباعهم عشان انا اللي هي الفرشه دي ما بحبهاش فده الربع الاخر لا وفي اللي هي جيت بيج لاشز دي زباله اللي لونها اخضر شويه كده جيت بيج لاش حاطط صورتها دلوقتي عشان بشعه بشعه بصوا اي ماسكارا واخده نفس الشكل بتاع اللي هي الفوشيا انت جربتي الفوشيا الزباله برضو الحمد لله في حد متفق معايا بتلبك الرموش قوي قوي صعب قوي لما قلت كده في فيديو ثلاث اربع بنات قالوا لي ايه لما تقرب تخلص هتحبيها لو انت ولسك ايوه بس هي فيها برودكت كتير زي الماسكارا بتاعه بارادايس بتاعه لوريال تقريبا لا بس بارادايس ما بتعملش معايا كده هي لا بارادايس مليانه وتقيله قوي بس ما هي بتكثف اكتر ما بتطول بس مش بتكلكع الرموش لا معايا على الاقل معايا انا قوي طبعا انا استغنيت عن اللاش كيرلر عشان هي مش معايا مش هديها لها هي والمرايه انا اصلا فعليا انا ممكن اقول لك مايرا انا هاخد المرايه واجيب لك مرايه ثانيه وانزلي بقى انتوا مش عندكم زعطله ده ولا زعتر ده ولا اسمه فتح الله فتح الله انت مش طالبه ميتشين اه والله بس لسه بتيجي كمان شهر ده جاي الله الله والله العظيم يا دعاء ما تغلى عليك حبيبي والله ما هي راجعه ايه رايك بقى لا 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 انا حلفت مش معنى كده ان انا احرجتك قدامي الكاميرا اقسم بالله ما هي راجعه مش هتشوفوها معايا بقول لكم ايه هطلع كل فيديو ميار مرايه اللي انا سرقتها من لا 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 يا ميار لا انا حلفت والله ما بهزر اقسم بالله لا انا حلفت قبليكي والله خلاص يبقى انا كمان هديكي حاجه من عندي كادو برضه تفتكريني بيه البرفان بتاع مارك جيكوب ايه البرفان بتاع مارك جيكوب برفان مش انت قلتي البرفان ده بتاع مارك جيكوب سمعتك امبارح بتقولي كده برفان مارك جيكوب ايه البرفان اللي بتاع ايه ده توم فورد توم فورد لا ده هديه محمد مش هقدر لا وانا يعني هاخده يعني انا هديكي مرايه ب 35 جنيه عشان تاخد توم فورد ايوه ب 1000 هاخد انا ال 1000 جنيه عادي لا لا هديكي حاجه ثانيه حلو انا هديها لك هاتي السلحفه اللي ما عجبتش لا ما عجبتش فاهم تخيلوا نزلنا انا وهي تحت في الممشى وقلنا نجيب لهم سوفينيرز وبتاع فهي دخلت جابت كده لابنها سلحفه يعني بتتحط على الثلاجه وانا جايبها بقى انا جايبها للثلاجه فرحانه بيها قوي فهد بوريها له فقال لي اه جميله بس هاتي لي لعبه يعني معناها انها مش جميله لو ايه ده ايه اللي انت جايباه انا حسيته نفسي يقول لي انت ست تافهه انت ايه اللي انت عاملاه ده بس يا حبيبي هو سنه مش مساعدني بكره يكبر ويقول لي اه احنا هناخد بالجزم يا جماعه الشمس برده مطلعه عينينا عسل وحاجه قمر لا لازم اقرب لهم واوريهم شكل عيني قد ايه قمر في الشمس اللون عيون انا بقول لها انا بقول لها من يوم ما شفتها بقول لها دعاء انت عينيكي بتبان في الفيديو غامقه بس ما شاء الله الله اكبر عينيها اصلا عسلي فاتح مش عارفه اعمل ايه بجمالي وحلاوتي اللي بهره الغردقه والله قمر فعلا ده حقيقي بس اكتشفت يا جماعه ان انا وميار يعني ميار لو معايا في القاهره احيه على رايها احيه اتعديتي يا عيني قعدت معايا بس 3 ايام في الاوضه يعني بجد احيه يعني هنبقى كابل فظيع اه شخصيا فينا كتير قوي من بعض فينا يعني فينا؟ انا بحاول ما ببالغش بقى احنا بعض اصلا احنا الاثنين بعض من الدعاء يا جماعه احنا والله العظيم في حاجات مرعبه حقيقي يعني الموضوع ده مرعب تقعدوا تيجوا تحكوا حكايات وتلاقوا الشخص حياته شبهك اللي هو ايه ده وانا كمان حصل لي كده دنيته شبهك ايه ده وانا كمان عملت كده الليبستكس بقى ما شاء الله يعني دعاء متوصيه بصوا يا جماعه انا دايما لما باجي اسافر باخد بس الليبستكس بتاعت اوفيس بس لانه في منه بينك وبيج واحمر ودرجه تانية على بني هم الاربعه دول هم دول بس الموجودين اه لان بقى ايه دول الدرجات اللي اوريدي انت هتحتاجيهم لو لبستي ايه البينك البني الريد يعني دول يمكن اكتر درجات عشان كده انا جايبه برده واحده الدرجه دي هتبقى سافله على الميك اب على الاوتفيت هي باين اه بس هي الاوتفيت بس هي هتبقى مش سافله على لون بشرتي انا ليه مش حاسه انا ما حطيتش البلاينر انت عندك جايبه البلاينر لا مش جايبه البلاينر يا لهوي لا عشان هو شيء مش اساسي بالنسبه لي برضو تبقي لا طب انا ما بعرفش اسمحي لي لازم اخد البلاين الشاشه طب انا عندي بريه بريبه عشان مش مبريه كويس فين اه اوكي يا خرابي وقع افتكرت الروج وقع عليكي يا خرابي لا البريو كله
انا رزقته في وشي قوي ودي قله ادب وغباء مني. بس ريحته جميله، هو ريحته حلوه فريش كده، بس عايزه اشوف بقى هيظبط. هو كده كده لورا مرسيل باودر مش بتبان قوي على البشره، بس كمان يعني لا ده كمان بيثبت مش فيكسنج بس يا بيبي. انا عايزه لا بغض النظر عن المرايه اصلا ايه جو الرخيص ده، لا انا عايزه اديكي حاجه كل ما تحطيها تفتكريني. انت مش شايفه تنسيني. لا تسميني ازاي؟ لا امبارح احنا بقينا صحاب. لا والله ده لا ارجوكي، انا ما عنديش صحاب. اسكندريه لو سمحتي تيجي تاني اسكندريه. لا ساعتها بقى بصي هاخد محمد بقى، انا مش هسيبك تسافري لوحدي. فجيبه بقى ونقعد معاكي انت وطارق وننزل نخرج. هلا والله نور. لا يا جماعه في البيت كده اسبريه لا حلو قوي خطير اقسم بالله فظيع يا جماعه. ده فلتر اوضتي. فلتر اوضتي فلتر الاكسبريشن فظيع. هو لسه بيعمل ريكورد؟ انا حاسه ان احنا لا لا ما تقلقيش، هو ما بيفصل بيدي صوت. عشان كده بحب الكاميرا دي بحترمها. كان عندي النيكون كانت تفصل وتقفل وتعيش وانا شغال. انا عندي كل 10 دقايق بيفصل. 10؟ اه. طب ما يمكن ده تايمر من جوه؟ هو ممكن اعمله 20 بس لما يبقى 20 بيبقى كواليتي اقل. لا والله؟ انتي نيكون صح؟ بروفيشنال يعني الكاميرا الكبيرة. ايوه بس بحس ان هيكون اغبية فعلا. لا ما هي اغبية وزفت وزبالة وكل حاجة على بعضها. الكانون اكتر كاميرات ذكية. انا عايزة اجيب بقى، انا المفروض الخطة الجاية يعني اجيب يا جماعة كده اقرب يمكن تشوفوا، يمكن 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 تشوفوا ده شكل الميك اب في المنتجات بتاعت ميار. حابة ايه؟ حاسة ان هقع من على السرير. اوعي. اوكي ده الميك اب، حاسة فريش كده وحلو. بصوا الهايلايتر حلو قوي، والخدود اللي طلعت فجأة من البلاش دي دي الريزلت بتاعت مايور. استخدم اهو بقى ده الفيكسر بتاع فريبر 52 اللي دعاء حطاه في التعميم. الازازه بتاعت مايور يا عيني كل الناس حفظت الجملتين دول ما عشان ما غشهمش يا مايور. تقريبا انا لما اجيبه انا عندي برده بتاعت ماك قربت تخلص حفظيها لان مش عاجبني وهحط ده. بس ما تقربش انا لسه نرمط. ممكن استخدم المرايه لو سمحتي بعد اذنك لو سمحتي يعني. انا تقريبا بغسل وشي. هي غسلت المرايه ذات نفسها يعني. اه لا ده انا دايما كده المرايه دايما بستخدمها كده وارجع المعها. جماعه انا عرفت ليه دعاء ما شاء الله وشها دايما بيلمع في الفيديو. ايوه لان هو بيديك الجلو ده يعني بيثبت، بس في نفس الوقت تحسي كده ان انت بيبي عارفه شاربه بتاع جرده وميه. لون الروج اتغير اتظبط. انا شايفاه ليه مش عارفه انت. ما انا حطيت التاني على حاجه التاني. لا مش عارفه لون واحد يعني بيش. انا حطيت واحد تاني واحد من عند اوفيس وخلاص ده كده احلى. التاني كان لون الموف اللي على تون ازرق او جراي كده حسب ما انت اللي هو كانه مخلي شفايف الزرق الاندر تون بتاعه ازرق. قربي بقى اوريهم ايه. اوكي شايفين حاجه؟ ايه شكل بشرتك شمس حلوه بجد؟ اه باينه في الكاميرا. ايه رايكم؟ الجلو اللي فيها حلو. هاتي في الجنب كده الاي لاينر بقى ده. ايوه بص لا 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 هاتي في الجنب كده. بص بص الهايلايتر الهايلايتر. لا هاتي كده اهو. لا حلو حلو بوت اند وايلد يا جماعه جميل. انا بحبه الصراحه يعني حاجه كده محترم. لا مش هنفتح لكم دلوقتي عشان احنا بنصور. دخليهم معانا في الكاميرا. ايوه هديها حاجه هي حبيتها في الفيديو. ايه بس؟ ايه دول سابونا وخلاص عاشوا لوحدهم بقى ايه بس؟ لا كنا بنبدل شنط. عايزه اقول لكم حاجه قولي لسه عارفاها دلوقتي والله لو كنت عرفتها من اول يوم. ايه؟ ان الاوضه دي باسمي اوضه كل هناك. عملوا بالنية ايه ده عشان زي السوسه دخلته على طول. مها من اول يوم عينيها على الاوضه بتاعتنا. هنقف فيها واحنا دخلنا الاول. من بكره احنا ماشيين ماشيين يا روح. هنبدا لوحدينا؟ اه يا ولاد اللذينه. لا انا عايزه اه يا ولاد اللذينه. احنا بدون المسؤوليات دينا عيالي. ايوه اصل شايفين يا جماعه شايفين الفرق. استني بقى يا ميار عشان ميار انا قلبتها سرقت منها المرايه بتاعتها. خدت مني المرايه. هي قالت عندها واحد اتهني بيها يا رب. يا لهوي يا لهوي. شوفي بقى شوفي بقى انا بعديكي ايه بقى؟ حاجه صغيره شكله مارك جيكوب. نو اه نو. لا 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 يا بنتي لا بتهربي خلاصي. لا والله ده عطيها مني كمان 35 جنيه ولا حاجه. لا يا دعاء بتهربي خلاص. شايفه؟ حلوه شايفه لما نسيتي معايا وانا نسيتها معاكي ده اللي نسيتها معاكي مريم. هتسيح لها؟ لا حضني تاني حضني تاني وحضني كمان. ارفع عاملين زي سويدر هو يا بنت اللي كان احمد رزق واحمد عيد. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. طب يلا
اوكي يا حلوين، ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. قعده الرغي الطويله دي والحب اللي حصل في الاخر ده كان عجبكم. بس فعليا انا كنت عايزه اديها حاجه تفتكرني بيها، لان احنا مش لازقين جنب بعض في اسكندريه ولا في القاهره. بس انا هي قالت ان الكلاش بس انا كنت عايزه اجرب القاهره كتير. انت اللي ما كنتش موجوده في مصر بقى. معلش بس معلش خلاص بقيت كده سوف نتلاقى. فانا الصراحه كنت عايزه اديها اللي هي حبته يعني. هي كانت عايزه تجربه. فلا بس جيتي للحق انا ايدي برده ما بتروحش عليه كتير. فعلا. طب ليه ده؟ لما بيبقى عندك اوبشن كتير فتلاقي ايدك الحاجه الصغيره ما بتروحش عليها لعينك شايفاها بس. ايوه فاهمه. فانا كده ضامنه ان هي تحطه على طول فهتفتكرني على طول. تقريبا هتلاقوه كتير معايا في الفيديوهات. لا انت اوريدي بقى هتبقي معايا في كل فيديو. مش هقول بلاشر نارز، هقول بلاشر دعاية. وانا مرايه يا مايا صباحو. وبس كده يا حلوين، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وقناتي الثانيه بتاعت الفلوجز عشان تشوفوا كل التفاصيل بتاعه السفره اللي احنا طلعناها دي. وكمان تعملوا فولو على انستجرام لميار وليا، وكمان القناه بتاعت يا جماعه الاشتراك ببلاش. انا والله كنت شايله لكم المفاجاه دي، كان لازم اقولها لكم في الفيديو ان الاشتراك في القناه مجانا. كان باشتراكه بقى مجانا عشان خاطر يخلوه لكم مجانا. فضغطه بقى وخلاص. بس كده يا حلوين احنا هننزل بقى نروح نتغدى، لان انا شايفه الدخان بتاع الشوي. في شوي تحت ومش قادرين بقى خلاص. فاحنا هنسيبكم بقى. يلا باي باي.